ومن الفوائد ليحرص من هو ولي الميت أن يحسن كفنه، ليس مفاخرة ولا مباهاة، لا، أن يحسن كفنه على الوجه الشرعي. لما؟ لأن الموتى يتزاورون ويبعثون في أكفانهم، يتزاورون في أكفانهم ويبعثون في أكفانهم، لا يقول أحد كيف، هذا أمره إلى الله عز وجل، وما يكون في القبر من حياة البرزخ لا ندركه نحن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أنس رضي الله عنه عند الخطيب البغدادي: إذا ولي أحدكم كفن أخيه فليحسن كفنه، فإن الموتى يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم.